وانا كمان رجعت لكم. بصوا بقى، طبعا اي حد ضياء بيقول لي معلش انا لقيت حاجه هنا غلط، اكيد غلط انت مش قصده. قلت له يا ضياء، قال لي ضياء ابننا طبعا ضنانة بيقول لي ايه، احنا دلوقتي في رابطه بقدونس في فقره جمالك، انت طبعا حطاها غلط. قلت له طبعا مش غلط، انا عايزه البقدونس في فقره جمالك. ليه بقى؟ عايزه اقول لكم البقدونس ده رغم ان يعني بعيدا ان هو حاجه مهمه جدا لصحتنا، لانه كمان مهم لبشرتنا قوي قوي قوي، عايزه اقول لكم بيدي نضاره غير عاديه البقدونس. اه البقدونس مع النشا. طيب تعالوا ازاي اقول لكم ازاي نعمل ماسك حلو جدا جدا يخليكي تجددي خلايا الميته كلها اللي على بشرتك، يخلي فيه بشره مشرقه نضره، ياخر علامات التقدم السن، كمان يعالج البثور والحبوب اللي بتظهر وينشفها، وكمان لو عندك بواقي او اثار حبوب مع التكرار يمحيها تماما. بصي كل ده البقدونس بيعمله، كل ده البقدونس بيعمله مع النشا. طيب هعمله ازاي؟ بصي بقى يا ست الكل، هتجيبي ربطه بقدونس حلوه، هناخد منها كام ورقه، هنحط عليها ايه، معلقه كبيره دقيق وشويه لبن. انا عايزه قوامه كثيف، يعني عايزه احطه على وشي ما اشوفش وشي فاهمه انا عايزه ايه، عايزه احطه كده ما يبقاش مي مي، لا قوامه كثيف. طب هعمل ايه؟ هروح ضربه في عندي هنا الكبه، هحط ايه، احط البقدونس اهو خلاص. اقدر اعمله كام مره في الاسبوع؟ اقدر اعمله مرتين، كلها حاجات من البيت. وعندي هنا النشا وعندي هنا اللبن اهو، وتعالوا نضرب ونشوف لو هنحتاج ايه. اكيد هنحتاج لبن تقيل، بس عندي هنا كمان البقدونس بينزل ميه. تعالوا نقلب ونرجعه كده جنب ايه بعض اهو. يبقى انا حطيت ايه، بقدونس، وحطيت شوية نشا ولبن. القوام بتاعي هقول لكم ازاي هنظبطه حالا اهو. تمام كده ماشي. وبعدين اروح بقى جايباه هنا وحاطه كل ده عندي هنا، وابدا بقى احطه على بشرتي، على بشرتي، واسيبه تلت ساعه نص ساعه. هلاقي ايه؟ هلاقيه بينشف على وشي وبيشد قوامه، لازم يكون قوام سميك شويه علشان افرده على وشي ما يبقاش وشي باين. خلاص بقدونس ونشا ولبن، بس كده بس كده. وانتي شفتي اساسا حبه صغننين قد ايه، دوني كميه حلوه جدا اقدر اعمله انا وبناتي. طيب